ايه ده؟ ايه الشغل ده؟ المره اللي فاتت اتكلمنا عن الجنس وخلصناه، واخر حاجه اتكلمناها كانت لما يكون عندي دليلين نظريه دي اللي هي بتقول ايه الانفرس بتاع الاف اس بيساوي اف اوف تي، والانفرس بتاع الجي اوف اس بيساوي جي اوف تي، يبقى الانفرس بتاع اف اوف اس جي اوف اس بيساوي اف اوف تي كونفوليوشن جي اوف تي. ماشي؟ وده قلت لك ما ينفعش ان انت تسيبها كده، لازم تكمل. يبقى اف اوف يو في جي اوف تي ناقص اليو دي يو. ماشي؟ وتطلع قيمه. ماشي؟ ده اللي احنا ايه وقفنا قدامه. طيب النهارده بقى هنعمل ايه؟ نعمل ايه؟ هنتكلم على الايه؟ الابلكيشن والطبقات بتاعتنا. فأول تطبيق هناخده أول حاجة هناخدها، لو أنت فاكر حاجة زي كده، اف اوف اس بتساوي تكامل من صفر ما لا نهاية، اي اس ناقص اس تي اف اوف تي دي تي، مش ده بيساوي؟ اف اوف اس بتساوي الكلام ده؟ يعني ده بيساوي إيه؟ بيساوي لابلس الاف اوف تي، صح؟ طيب افرض يا باشمهندس انا جبتها لك كده، ركز معايا، جبت لك كده من صفر ما لا نهايه اي اس ناقص اس تي اف اوف تي دي تي، وقلت لك ايفاليويت معلش مش فاهم تاني، بس هو قاعد
تفهمني اضرب ازاي؟ طب ما نكملها عادي خالص. اضرب ازاي؟ لازم ده ساعات ايه؟ استنى قبل ما اشوف ايه قفلت ايه؟ عشان نخليها ايه اس سالب اس تي. ايه اس سالب اس تي؟ اه فهتبقى ايه اس يا ابني هو خطرها من بس هنضربها في ايه اس سالب اس ايه اس سالب اس كده؟ اه ومره كده؟ ايه اس اس ايه اس اس وهنا كده زي ما هي؟ ايوه يعني كده ايه اس ناقص 3 تي في تي اس ناين تي محدش شفته بحاجه ها؟ وبعدين؟ يعني كده مش هتنفع عشان ما فيش تي موجوده في الاي اس اس فانت لسه بتفكر؟ ما خدش اي اس اس تي والتاني اي اس اس تي اس اس تي اي اس اس تي اللي هو اي اس اس تي. اه شفت بقى شفت بيفكر بيفكر ويا ريت بيفكر ليه بقى؟ انا بقول لك خلي اي اس 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 تي ماشي وهنا تي خلي بالك ان هو ضرب ده وهنا بيكمل بالنسبه لتي يعني اللي زي ده ملوش علاقه تطلع بره تكون في التيم وانت بتكمل بالنسبه للتيم ايه يا ابني؟ طب هو صبته احسن منك شويه يبقى ده ما ينفعش منه لازمه ولا ده له لازمه ما نسيبها كده اه ما نسيبها كده تعمل ايه؟ دي تانية تساوي لا بلس بي ساين تي لما الاس تساوي ثلاثه بس حاجة حاجة صح ولا لا؟ ها؟ فاهم ولا مش فاهمين؟ نقول تاني مش مهم فاهم فهمت ولا لا؟ سهلة أوي هنا المفروض كانت إيه؟ إس طب هو كاتبها لي إيه؟ تي ثلاثة يبقى هنا إيه؟ إس تساوي طب لما إس بتساوي كام؟ صعبة مثال تاني ركز يا ابني معايا جيت كده اهو كتبته لك كده اهو تكون من صفر ل تي من صفر ما لا نهايه اهي ساين اكس على اكس دي اكس اكس مشكله كبيره قوي يا باشمهندس صح؟ نعملها ازاي؟ خلي الاكس بي اس تي خلي الاكس بي اس تي تبدا الراجل ده بيفهم خلي الاكس يوز تي هو بيفهم صح مش عارف زميلك مش عارف اذا كنت بتفهم نعمل ايه؟ لابس اف اكس لابس اف اكس اكس احنا نعمل تكامل بالتعويض لابلس مش هاد؟ هي دي تي اكس لازم نخلع دي دي فانا عمل كمان بالتعويض ما ايه ده؟ كمان بالتعويض يا ابني قلت لك ما تفكر انا قلت لك فكر طيب ما قلتلكش فكر ممكن نعملها زي كده هتفتي ليه؟ هو دي مش هي دي خلي بالك مش هي دي هو ده مش هي دي هي هيها ساين بي على بي دي بي مش هي هيها من صفر لما لا نهايه ساين الزمالك دي الزمالك كده غير معروف صح ولا لا؟ مش هي يا ابني يبقى ما تفرقش يبقى كل ده زي دي اهو خلاص كل ده معقول زي بعض يبقى دي بتساوي ايه؟ مش عارف ممكن نعملها غيرها بس صفر اكس وصفر الاس بصفر الاس هي الاس بصفر؟ ها؟ الاس بصفر ها؟ الاكس بوان؟ لا زي ما هو كده انا موافق انت بوان؟ طب هو قال ايه؟ قال ان احنا هنعملها عادي بس اس بصفر ايوه صح زي ما انت قلت سقف سقف الاوبر يبقى هنا ايه؟
لابدا الصين اهي الصين دي بقى عايز خلاص الاكس خليها صين اكس على اكس ايه يعني لما الاس بكام صفر وهي نفسها ايه لابدا الصين دي على دي هو ساعتك هتجيب ايه هتجيب ايه هتجيب لابدا الصين وبعد ما تجيب لابدا الصين بايه تشوف الليمت وبعد ما تشوف الليمت تقوم جايب لابدا الصين دي على دي اللي بيساوي تكامل صعبه دي ده مش هنا انا مش عايز اخاف من حاجه اي حاجه من دي محلوله يعني انا لو قلت لك ان هي اهي من صفر لما لا نهايه ساين يو على يو دي يو اهي ايه المشكله؟ ما تخافش من اي مساله كده انت اكبر مني بس فكر فيها ماشي يعني انت هتشوف الامتحان النهارده هما ثلاث مسائل بس اللي جايبهم اول مساله مش هتعرف تحلها تاني مسألة هتفكر فيها مش هتعرف تحلها هتبص على تالت مسألة هتلاقي انت شفت زيها بس برضه مش هتعرف تحلها المهم الامتحان ما تخافش انت تفكر فيها هتلاقيك بتعرف مش جابولك صعب يعني انت مش هتعرف تحلها هتعرف بس المهم يكون ايه بتفهم او مركز في اللي انا بقوله انا بكلم في المجموعه اللي فاتت ديت اللي كانت المهارة اللي فاتت لقيت واحد بيقول لي احنا بنحتاج بقول لهم الحدود بتاعته ايه مش حلو وفي ناس كنت بشوفها اول مره في الامتحان بقول لك يا احنا معتمدين على الاونلاين نقعد في بيتكم في البيت ومعتمد على الاونلاين ماشي خلاص اعتمد على الاونلاين ماشي طالما انت شايف كده خلاص يعني كده احسن لك خلاص ورينا بقى في الامتحان فانت ركز في الامتحان ما تقوليش بقى انا جايب ايه؟ جايب في الدرجه اللي فاتت جايب 20 ما تقوليش الكلام ده هشوف بقى ايه؟ انت بقى جايب 20 وجايب 18 ماشي جايب 20 و 19 ماشي هاخد لك الكبير صح؟ بس تجيب 20 وتجيب 10 ما في حاجه غلط؟ صح؟ اكيد كنت تعبان صح ولا غلط ولا ايه؟ تفرق صح يا ابني نيجي بقى ثاني تطبيق ثاني تطبيق عندنا انيشال فاليو جروب اهو ثاني تطبيق انيشال فاليو جروب وده شرحته لك في الاول لما كنا بتكلم لك على لابنس بديك التعريف بتاعها قلت لك المعادله بتجيب بس قبل ما اقول انيشال فاليو جروب قبل ما اقول الكلام ده انيشال فاليو جروب يعني ايه؟ يعني ايه انيشال فاليو جروب؟ مش فاضل بدا بحاجه حاجه زي ايه؟ بدا بقيمه واحده كلامنا صح؟ وقت الانيشال فاليو جروب ده فاكر نوع من المحطات اللي فاتت ان احنا عندنا نفس القيمه لا يا اخي تصدق مش عارف مش عارف لو انا محرك طيب فين اللي جايبين امتياز يا دبي ولا عطل يا ابو احمد هو اللي هو المفروض يعني اللي هو هيبقى الاثنين عند نفس في شرط يعني بس عند نفس القيمه الشرطين عند نفس القيمه يعني هو حتى لو شفت على ايوه كده اللي ده عباره عن ايه؟ انيشال فاليو بروبلم عباره عن ديفرنشال ايكويشن زائد انيشال كونديشن اللي انت بتقول عليه عبد الرحمن بقى ده اهو عنده نقطه واحده اما مش دي انا بقول لك انيشال فاليو بروبلم يعني ايه؟ طب ما هي الكلام اللي قالته الباشمهندس مفهوم يا جماعه؟ حاجات اللي بتنساها الحاجات دي بعد كده لما تبقى في ثالثه ولا في رابعه في حاجه ويجي واحد يتكلم قدامك انيشال فاليو بروبلم يقول لك كلمه اللي بيهتم بيديلك رياضه هتقول له ايه؟ لما انت تقف قدامه ما تعرفش هتقول له الدكتور الجمل مش هيقول لك ما قالهالكش هو عارف ان انا قلت وعارف ان القصه معروفه ازاي لو في هندسه هيبقى عارف لو بره هندسه برضه هيبقى عارف يبقى هنا كده خلاص يبقى لازم يبقى فاهمين الحاجات دي ما تنساهاش يعني شايف فاليو بروبلم يعني ايه؟ كذا يعني باوندري بروبلم يعني ايه؟ باوندري بروبلم يعني ايه؟ ديفرنشال ايكويشن زائد صعبه دي حاجه بديهيه خلاص انت راجل كبير
طيب ايش الفاليو بروبلم بتتعمل ايه؟ اهي بحلها بجيب ايه؟ هنا اهي انيشال فاليو بروبلم باخد لابلس تاني لابلس ترانسفورم الكلام احولها ايه؟ لالجبريك ايكويشن بحلها بحل الجبريك ايكويشن بجيب ايه؟ بوصل للواي فيكس بعمل ايه؟ باخد لابلس اللي باخد الانفيرس للواي اوف اس هيديني ايه؟ هيديني الواي اوف تي. الواي اوف تي اللي هو ايه؟ اللي هو حل المعادله. يبقى انا دلوقتي بجيب ايه؟ بجيب لابلس. بحولها لايه؟ لالجبريك ايكويشن. بعد ما اجيب ايه؟ الجبريك ايكويشن بجيب الحل بتاعها. سهله ان انا اجيب الحل بتاعها. جبت الحل بتاعها بعمل ايه؟ بجيب الانفيرس. الانفيرس هو الحل بتاعي. يبقى كده خلص. طيب ركز معايا. واي دبل داش زائد الاي واي داش زائد البي واي بتساوي اف اوف تي والبي اوف صفر بتساوي ايه؟ ماشي والواي اوف صفر بتساوي ايه؟ ايه والواي داش اوف صفر بتساوي بي. طب خلي بالك انا بفضل بالنسبه لتي المفروض دي تبقى واي دبل دوت ودي دوت ودي دوت بس احنا ايه؟ مننا على طول احنا بنفضل بالنسبه لاكس فاحنا نقول داش ماشي بس التفاضل بالنسبه لتي بتبقى ايه؟ اللي هي الايه النقطه والايه؟ والثانيه بتبقى ايه؟ داش مفهومه بالنسبه لايه؟ بالنسبه للاكس. طيب اول حاجه بعملها بعمل ايه؟ باخد لابلس ترانسفورم لكل الاطراف لهنا باخد لابلس الاف اوف تي اهو باخد لابلس الواي اوف تي اهي باخد لابلس الواي داش اوف تي اهي اس واي اوف اس خلي بالك اهي واي اوف صفر اهي باخد لابلس الواي دبل داش الدبل دوت اهي اوف تي اهي هيبقى اس تربيع واي اوف اس ناقص اس واي اوف صفر ناقص واي دوت اوف تي صفر اهي طيب ماشي بعد كده دي الخطوه الاولانيه بعد كده بعمل ايه؟ ركز معايا الخطوة الثانية إن أنا بعوض الحاجات اللي في المعادلة. يعني إيه؟ يعني هشيل دي وأحط مكانها اس تربيع واي اوف اس ناقص اس واي اوف صفر ناقص واي داش اوف صفر واي دوت اوف صفر أهي. هنا زائد ايه؟ خلي بالك اس واي اوف اس ناقص واي اوف صفر ماشي. زائد بي واي اوف اس بتساوي اف اوف اس. الخطوة الثانية الخطوة الثالثة أهي خلي بالك بعوض بالشروط بتاعتي هنا B هنا A هنا A يبقى أنا عوضت بإيه بالإيه بالإنيشال كونديشن إنيشال كونديشن ماشي طب ثالث خطوة أو رابع خطوة بقى أهي رابع خطوة بعمل إيه ركز معايا بجمع بقى أهو أهو ازاي اهو اس تربيع زائد اي اس زائد بي واي اوف اس ركز يا بيه بتساوي اي حاجه ثانيه قدامك جت ثاني هيبقى اف اوف اس زائد ركز بقى هنا هيبقى ايه؟ سالب خلي بالك المفروض فيها هيبقى هنا كام؟ هيبقى هنا كام؟ زائد ايه في الاي ماشي وهنا ناقص يبقى زائد وهنا ناقص يبقى زائد اس اهي طب انت تعمل ايه بقى خلي بالك يبقى هنا الواي اوف اس اهي هيساوي اف اوف اس زائد اي بالاي زائد بي زائد الاي اس على اس تربيع زائد الاي اس زائد بي ركز يا بيه ده ايه؟ ده الواي اوف اس طيب ماشي وبعدين اجيب الواي اوف تي يبقى اجيب الانفرس بقى اهو الواي اوف تي هيساوي انفرس مين للكلام ده اهو طب ده ايه ده الحل بتاع المعادله اهو فيها مشكله كده ادي الخطوه بتاعتي طب ركز معايا افرض ده لو انا قلت لك حل صرف انيشال فاليو امال لو قلت لك حل
الحل او هات لي جبلس الحل. طبعا الصفور او سي السوليوشن
ساعة ما كنت بقول لك ايه واي جنرال بتساوي الواي سي زي الواي بي، بتجيب الواي سي بتحط دي بصفر، تجيب الواي بي تشوف دي هتستخدمها على اي طريقه، العدد الترمايد كوفيشنت ولا الفاريشن والبارامتر. طب هعرف الامتحان ازاي؟ اعرف الامتحان ازاي؟ هي مقصود انها تسال حلها ملبس ولا حلها بعدين؟ يا في مسائل من غير ما تفكر مش هتلاقي لها حل الا ملبس، وفي مسائل تمشي معاك الاثنين، فانا عشان اضيع لك الوجع الدماغ ده هخلي لك المساله اللي تحلها ملبس ده لفتي ماشي، عشان ما ايه ما تقعدش ايه تضرب خمسه في سته ودي تحل ازاي ومش حل ازاي، لان انا مش هقول لك حل بكذا، لان انا هجيب لك الامتحان عادي ماشي، فانا هجيبها لك يبقى داله فين؟ في تي، تبقى انت عارف ان هي داله في تي دي هتحلها بايه؟ بلبس. طب تعالى بقى ايه؟ نحل بلبس، هنحل ازاي؟ ركز معايا. بص يا بيه. بص يا سيدي هتجيب ايه؟ نبدا من الاول هنا لابلس دي تربيع بكام؟ مطلوب باتنين على اس زائد ايه؟ اس تبعين. اه طب لابلس دي تربيع في الايوس 3 دي ايوه يبقى مضروب باتنين واعمل ده شيفت اه اس ناقص 3 كل تكعيب حلو قوي. طب لابلس ايه؟ الواي بكام؟ بواي اوف اس. لابلس الواي داش هتقول لي طب الواي دوت؟ طب ما تقول لي انا مش عايز اكتبه انا اكتبه على طول ماشي اكتبه على طول. يبقى المطبع على طول هيبقى ده كام؟ خلي بالك هيبقى اس تربيع واي اوف اس ناقص اس واي اوف صفر ناقص واي اوف اس اهي خلي بالك ناقص 6 ركز معايا اس واي اوف اس ناقص واي اوف صفر اهو زائد 9 واي اوف اس بتساوي هنا كام؟ 2 على اس ناقص 3 كل تكعيب بس في مشكله يا باشمهندس هنا مضروب 2 من الثلاثة 2 يبقى نعدي هنا خلاها ايه؟ ها؟ هي مضروب 2 يبقى كام؟ 2 في 1 2 في 1 اه طيب ركزي بقى معايا واي اوف صفر بتساوي 2 اهي دي 2 ودي كام؟ ودي 2 في 6 طب ودي كام؟ ودي 2 اهي اتجمعي بقى اتجمعي ايه بقى؟ ركزي معايا بص اهو يبقى هنا اهو اعمل كده اهو اس تربيع ناقص 6 اس زائد 9 واي اوف اس خلي بالك بتساوي كام؟ 2 وهنا اس ناقص 3 كل تكعيب ركز بقى معايا ناقص 6 في ناقص يبقى موجب 12 وديها لك يبقى سالب 12 هنا ناقص 6 يبقى سالب 12 زائد 6 هنا ناقص 2 اس يبقى زائد 2 اس ركز معايا برضه يبقى 2 على اس ناقص 3 كل تكعيب ركز هنا هيبقى ناقص 6 زائد 2 اس يعني ممكن اخد 2 مشترك يبقى اس ناقص 3 في مشكله كده؟ لا طب هنا بص مش دي ممكن تبقى كده اس ناقص 3 كل تربيع والله ها؟ ها؟ طيب يبقى ده هنا مش ممكن اقول كده واي اوف اس اهي يبقى هنا كام؟ هيبقى كام؟ هيبقى هنا هقسم على دي هيبقى 2 على اس ناقص 3 كل في 5 زائد 2 على اس ناقص 3 اهي حلو قوي كده لو هو طلب ايه؟ طلب لابلس الحل اه هنا طيب هو عايز الحل يبقى الواي اوف تي ركز يا مين هتيجي تقول لا طب ما دي فيها شيفت اه طب ويا عايز ايه اس 3 تي ويتبقى الانفرس ايه؟ الواحد على اس اس 5 ماشي زائد كام؟ 2 في اي اس 3 تي ايوه طب ديت هتبقى كده 2 في اي اس 3 تي وهنا هيبقى تي اس 4 على مضروب 4 ها زائد 2 في اي اس 3 تي اهو ده الواي اوف تي؟ اه ده الحل؟ اه طيب حط التي بصفر يبقى ده راح يبقى كام؟ يبقى ده 2 يبقى واقف صفر بكام؟ 2 خلاص خلص؟ صعبة؟
يبقى ده الحل بتاعك. في مشكلة؟ ها؟ خلاص اتأكد. خلاص. طيب افرض اداني نفس المسألة. بس اداني مضروب 4 يعني كام؟ 24 24 مع الاثنين تبقى كام؟ يبقى 1 على 12 في اس 3 وهنا كام؟ شويه فاهم؟ اداني كده خلاص؟ اداني كده ماشي كده؟ ركز بقى ركز عايزين الناس اللي بتفهم. دلوقتي ما ادانيش الوقت فما عادش اسمها انيشيال فاليو بقت اسمها ايه؟ كاونتري فاليو اهو. طب احلها ازاي؟ وانا بستخدم الواي اوف دوت هنا واي دوت هنا نفكر ازاي؟ ايه؟ نعمل ايه؟ مش مهندس كده؟ لا الوراء مش عاجبة الوراء ده؟ مش تالي من العلم من التالي نفكر ازاي؟ هيبقى هنا هيبقى فرق دلالة الايه في الاخر
واجي هنا اهو هيطلع بدلاله ايه؟ الاي صح؟ اما عوض هنا بكام؟ واي اوف واحد بتساوي الرقم اللي عندي. اطلع منه قيمه الاي. الاي واقوم اعوض تاني في الايه؟ في الواي اوف تي. فاهمين ولا مش فاهمين؟ يبقى في الاول الفكره ان انا هعمل ايه؟ اهي افرض ان الواي دوت صفر بتساوي كام؟ بتساوي الاي واشتغل عادي. اشتغل عادي زي ما يطلع بقى هنا، يطلع بس الواي اوف تي مثلا ايه كذا 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 معاها في الحاجه بتاعتها. ارجع بعد كده اقول ايه؟ واي اوف واحد بتساوي كذا. واي اوف واحد هيبقى عندك هنا كام؟ الرقم ده هو اللي بيقول دول. اطلع من دي قيمه ايه؟ قيمه ايه؟ الايه؟ جبت قيمه الايه او شايلها من النوم ومعوض قيمتها. يبقى انا جبت الواي اوف تي. كلام صح. فهمنا ولا ما فهمناش؟ يبقى احنا جالنا مش هنبدا جالنا ما جالناش جالنا راوند ديفلوبر ما جالناش. اقول ليه؟ ليه؟ انت عرفت الفكره ازاي؟ ماشي؟ اقول تاني؟ ها؟ حد مش فاهم؟ فاهم يا باشمهندس؟ لو مش فاهم عادي. طيب على فكره ان مش شرط ان واحد يجيب امتياز يعني يجيب امتياز في الرياضه او يطلع الاول في الرياضه، لان الرياضه دي عايزه مختلف. بيقول لك واي دبل دوت زائد واي بتساوي اف اوف تي، مديني واي اوف صفر بتساوي صفر والواي دوت اوف صفر بتساوي صفر، ومديني الاف اوف تي بتساوي واحد وصفر، وهنا تي اكبر من الصفر واقل من الواحد، وهنا اكبر من الواحد. بقول لك ايه؟ قول هنحل عادي، بس لما نيجي نجيب لابلاس للاف اوف تي هتبقى يونس تي. او ايوه تبقى يونس تي. هنحل عادي نجيب لابلاس الطرفين، بس لما نيجي نجيب لابلاس للاف اوف تي هتبقى يونس تي. يا منين يعني هيجيبه ازاي؟ هتبقى اس هتبقى اس تربيع. انا انت هتجيب لابلاس دي ازاي؟ اف اوف تي هتبقى واحد في اف اوف تي بتساوي واحد في يو عند الصفر وناقص يو عند ال يعني كده ناقص يو عند الصفر عند الواحد. ماشي كده؟ غير لا عند الصفر هتبقى يو في يو في كده؟ ايوه اه هتبقى اي اس اي اس ايه اس واحد على اس واحد على اس اي اس سالب اس سالب تي اس سالب اس على اس ايه ايوه ايه صح. طيب وبعدين بس نفس الخطا هتبقى هنا كام؟ اس تربيع ويبس ناقص اس ويبس صفر ناقص واي دوت صفر اهو زائد ويبس تساوي ده يبقى هنا اس على واحد ناقص اي وص ناقص اس. طيب ماشي انت بصفر وانت بصفر اه يبقى اس التربيع زائد واحد الويبس بتساوي واحد ناقص اي وص ناقص اس على اس يبقى الويبس تساوي واحد اي يوس ناقص اس على اس اس تربيع زائد واحد اه كمل فيها كونفوليوشن كونفوليوشن معرفش انت تقول بقى واحد على اس تربيع زائد واحد على اس تربيع زائد واحد
دي فوز هنسيبها دي هو متوقع يقولك واحده زي كده النهارده نعمل فيها ايه انت مش تخلي لا انفيز لو كنت حاجه دي تتصرف فيها ازاي قول يا ابني قسمت لواحد على اس في اس تبعت الواحد وبعدين ناقص اي اس بس على البوست بتاع الفوتو وبعدين اعمل اي اسم انا اسم من تاني واحد على واحد على اس في على اس تربيزة واحد على اس في واحد على اس تربيزة ماشي وبعدين الكومبليوشن الكومبليوشن دي اعمل لها شيفت بالاي نعمل لها هي الكومبليوشن ونعمل لها شيفت بالاي ماشي صح ولا ممكن تراها تاني ماشي ماشي يبقى هي على اس زائد دي اس على زائد سي على اس تربيزة الواحد كل الطرق بتوصل للربع ماشي المهم ان انت تبقى فاهم انت بتعمل ايه ماشي تعالى بقى حاجه ثانيه وين في بتساوي اف اوف تي زائد التكامل من صفر تي وين اوف يو في ايه اوف تي ناقص يو في يو معادله كده في الشكل ده التكامل اسمها ايه الصفر تي اسمها ولترا ولترا ديفرنشال اخذت الديفرنشال ايكويشن ده دلوقتي اسمها ايه ولترا ديفرنشال ايكويشن اسمها ايه ولترا ديفرنشال ايكويشن طيب لو لقيت التكامل ده من صفر لحاجه ثانيه اسمها فريد هول ديفرنشال ايكويشن يعني لو التي ده ايه رقم يبقى اسمها ايه مش فريد ايه مش ولترا اسمها فريد هول فريد هول ايه انتجرال ايكويشن بس دي مش عليها احنا عليها دلوقتي فولترد ايه انتجرال ايكويشن ايوه طيب عايز ايه بقى هنا؟ عايز احل يعني احل اجيب ايه؟ يعني اتخلص بالتكامل يعني اجيب الواي اوف تي ما يكونش فيها تكامل طب هعمل ايه؟ اللي انا هعمله اجيب اول حاجه بجيب لها بلس ايه؟ لكل الاطراف بعد كده بجمع الواي اوف اس الطرف واجيب لها الانفيرس يبقى تاني خطوه هنا بجيب لابلس ايه؟ ليه؟ اللابلس ترانسفورم كله بعد كده بجيب ايه؟ الواي اوف اس الطرف بعد كده بجيب ايه؟ الواي اوف تي اللي هي بتساوي ايه؟ انفيرس الواي اوف اس يبقى تلات خطوات بس هي طب خلي بالك هيجي ازاي يقول لك اهو ركز كده معايا هيبقى الواي اوف اس ماشي وهنا الاف اوف اس بس قبل ما اعمل الخطوه اهي لازم اكتب ايه كده اهو اتخلص من التكامل اتخلص من التكامل ازاي؟ هتقول لي اف اوف تي زائد خلي بالك ان ده ايه؟ كومبليوشن يبقى واي اوف تي كومبليوشن اي اوف تي ايوه بعد كده اقول لي ايه واي اوف اس بتساوي اف اوف اس زائد واي اوف اس في الاي اوف اس ارجع ابص الاقي هنا واي اوف اس وهنا واي اوف اس يبقى هنا واحد ناقص الاي اوف اس اهو الواي اوف اس بتساوي الاي اوف اس اهي يبقى الواي اوف اس هتساوي خلي بالك هتساوي اف اوف اس على واحد ناقص الاي اوف اس بس هنا بحط شرط ان الاي اوف اس ما بتساويش واحد ليه؟ لان لو ساوت واحد هتبقى كده بعد ما اجيب ده يبقى اجيب الواي اوف تي اهو هيبقى الانفرس بتاع الواي اوف اس خلاص يبقى خلص يبقى طلعت الواي اوف تي ده ايه من غير تكامل ده ايه ده الحل بتاعه صعبه دي يبقى ثلاث خطوات ايه هما الخطوات ها بتخلص من التكامل واجيب ان من ايه لبس دي كل الاطراف خلاص بجمع الواي اوف اس الطرف بجيب لها الانفرس مثال بيقول لك يا سيدي بيقول لك حل واي اوف تي بتساوي تي تربيع زائد تكامل من صفر تي واي اوف يو ساين تي ناقص يو دي يو خلي بالك هتقول لي ايه؟ اهو الواي اوف تي بيساوي تي تربيع زائد ده هيبقى واي اوف تي كوم
ريفوليوشن سايكل ركز يا بيه. يبقى الوايرلس بتساوي دي تربيع مضروب اتنين على السوشيال زائد وايرلس في واحد على اس تربيع زي الواحد جمع يبقى الواحد ناقص واحد على اس تربيع زي الواحد في الوايرلس بتساوي كام؟ اتنين على اس تربيع نجمع هيبقى اس تربيع زي الواحد فوق اس تربيع زي الواحد ناقص واحد يبقى اس تربيع لينا الوايرلس بتساوي اتنين على اس تربيع. خلي بالك هيبقى هنا اس تربيع على اس تربيع زي الواحد ماشي وهنا الوايرلس وهنا اتنين على اس تربيع ماشي يبقى الوايرلس بكام؟ ركز معايا هيبقى اتنين في اس تربيع زي الواحد وهنا اس اس خمسه ممكن هنا يضحك عليا ما يقولش لحد امال يقول لي ايه؟ هات لي لابلة الصنصفر واللي ايه دي الحد يبقى هو في الاثنين هوزع ابسط لا زي ايه وسيبها فاهم يا ابني؟ طيب يبقى هنرجع طب هو قال لي حل طب يبقى هيحل يبقى الله يرفض حل اوزع يبقى 2 على اس 90 زائد 2 على اس 5 طيب خلاص اجيب الواي اوف تي اهي هيبقى هنا كام؟ 2 يبقى دي ترجع لنا ضرب 2 زائد 2 دي اس 4 على ضرب 4 صعبه دي فيها مشكله طيب افرض جاب لي حاجه ثانيه غير دي جاب لي ايه؟ جاب لي حاجه اسمها انتجرو ديفرنشال ايكويشن دي كان اسمها ايه؟ انتجرو ايكويشن واللي كان قبلها اسمها ايه؟ ديفرنشال ايكويشن جاب لي الاثنين في بعض يبقى اسمها ايه؟ انتجرو ديفرنشال ايكويشن انتجرو ديفرنشال ايكويشن طب في الحاله دي ايه اللي هيتغير؟ او هيجيبها لي ازاي؟ هيجيبها لك كده يجي يقول لك ايه؟ واي دوت اوف تي بتساوي اف اوف تي زائد تكامل من صفر تي واي اوف يو ايه اوف تي ناقص يو دي يو وهنا شرط ده لان هي هيديك شرط واي اوف صفر بتساوي ايه؟ طب افرض ده هيك كده كده واي دبل دوت تي اديني شرطين صعبه؟ طب مشكله؟ دي اسمها ايه؟ انتجرو ديفرنشال ايكويشن طب لما تيجي تتحل نفس القصه نجيب ايه؟ نتخلص من التكامل يبقى واي دبل دوت بتساوي اف اوف تي ركز معايا زائد زائد ايه؟ واي اوف تي كونفوليوشن اي اوف تي ماشي طيب نيجي بقى الحل يبقى هنا كام؟ اس تربيع واي اوف اس ركز اس واي اوف صفر ناقص واي اوف دوت صفر اهو بتساوي تساوي اف اوف تي زائد هنا بقى واي اف اوف اس وهنا واي اوف اس وهنا اي اوف اس طيب هنعوض؟ نعوض هنا هنا نوديه الجهه الثانيه وعندنا هنا ايه؟ نجيب ده معانا هيبقى هنا كام؟ اس تربيع ناقص الاي اوف اس وهنا كام؟ الاي اوف اس واي حاجه ثانيه نوديها الجهه الثانيه هيبقى اف اوف اس ناقص يبقى زائد الواي اوف دوت تبقى بي وهنا زائد اي اس بعد كده خلي الواي اوف اس في طرف صعبه؟ طب مشكله؟ اقول ثاني خلاص يبقى كده ايه خلص ارجع بعد كده اجيب ايه؟ الانفيرس اللي هي الواي اوف ايه؟ واي اوف تي مثال بيقول لك يا سيدي بيقول لك صوت لا
واي نوت تساوي واحد ناقص تكامل من صفر تي واي تي ناقص يو في اي ناقص دي يو دي يو وهنا واي بصفر سواء انت تقول لي ايه؟ الواي دوت بتساوي واحد ناقص واي اوف تي كومبليوشن ايوس ناقص اتنين تي يبقى هنا خلي بالك يبقى هنا كام اس واي اوف اس ناقص واي اوف سي تساوي واحد على اس ناقص واي اوف اس هنا كام واحد على اس زي اس واي اوف صفر بكام؟ واحد طيب يبقى هنا كام؟ زي اس زائد واحد على اثنين اس زائد اثنين وهنا واي اوف اس تساوي واحد على اس زائد واحد زائد واحد طيب يبقى هنا كام؟ اس على واحد زائد اس طب وهنا اس زائد اثنين وهنا كام؟ اس تربيع زائد اثنين اس زائد واحد وهنا كام؟ وهنا واي اوف اس هيبقى هنا كام؟ اس تربيع زائد 2 اس زائد 1 على اس زائد 2 في الواي اوف اس وهنا 1 زائد اس على اس ماشي ينفع ان انا اخلي ده اهو يبقى اس زائد 1 كل تربيعه وهنا اس زائد 2 اه وهنا واي اوف اس بتساوي 1 زائد اس على اس شيل واحده من هنا ماشي في مشكلة؟ ينفع أشيل التربيع مع ده عادي؟ دي اس زائد واحد خلاص دي تاني يبقى نشيل دي معلش ماشي يبقى هنا كام؟ الواي اس وهنا خلي بالك اس زائد اتنين على اس في اس زائد واحد ايوه هنعمل فيها ايه؟ بتقول لي لا انا بفهم بتقول لي هنخليها ايه على اس زائد بي على اس زائد واحد وسهل قوي ان انت تجيب ايه؟ الايه والبي ها تخبي ده وتحط اس بكام؟ سالب واحد تخبي ده وتحط اس بكام؟ صعبه دي؟ يعني يبقى هنا خبي ده وتحط اس بكام صفر خبي ده وتحط اس بكام سالب واحد صح هتطلع الاي والبي خلصت يرجع بعد كده يجيب ايه يجيب الواي اوف تي هتبقى ايه هتبقى ايه زائد بي في اي اس ناقص بي طب انا عملتها كده خلي بالك ايه وبي قفل ايه صح لازم اجيبها لازم اجيبها لازم اجيبها مفهومه يبقى لازم اجيب ايه اجيب السؤال ماشي ان شاء الله معدي الساعه كام